يقول: في هذه الصبيحة بدأت أشرب الماء وإذا بالأذان الثاني بدأ، فاستمريت في ابتلاع ما بداخل فمي. كان الواجب عليك إنك لما أذن تمسك عن شراب الماء، هذا هو الواجب عليك، لكن ما دام إنك أدخلت الماء إلى فمك وهو بدأ الأذان والماء يدخل في فمك، لا مانع تبتلع ما دخل في فمك، لا مانع من ابتلاعه. أما إنك تشرب عقب ما يذن هذا ما يجوز، لكن لو شربت وأنت ما سمعت الأذان ثم أذن وأنت تشرب أمسك عن الشراب، أمسك عن الشراب وابلع ما في فمك، ما في بأس. نعم.